بفهم بالسياسي مش حابب وجع راسي ما بفهم بالسياسي مش حابب وجع راسي بحضر نتفت أخبار بستنتج مني حمار بحضر نتفت أخبار بستنتج مني حمار بوصل لنتيجة وحدي نيال ولا وحدي يحبها وتحبوا يبقوا رغم الوضع الإقليمي ما بيسمح إنه نبقى سوا الوضع الإقليمي منعنا نشم شوية هوا الوضع الإقليمي ما بيسمح إنه نبقى سوا الوضع الإقليمي منعنا نشم شوية هوا البنت اللي بحبها راحت تركت هيدا البلد البنت اللي بحبها راحت تركت هيدا الولد بنت اللي بحبها راحت تركت هيدا البلد بنت اللي بحبها راحت تركت هيدا الولد بحضر نتفت أخبار بستنتج مني حمار بحضر نتفت أخبار بستنتج مني حمار بوصل لنتيجة وحدي نيال ولا وحدي يحبها وتحبوا يبقوا رغم الوضع الإقليمي سلم تمك زياد سحاب تحية لإلك وللفرقة الموسيقية وتحية لكم مشاهدينا بس على فكرة معنا ضيف بيفهم بالسياسة بيفهم منيح بالسياسة بدي لكم مساء الخير مشاهدينا ضيوفنا الليلة بيتقاطعوا بالمواهب ويمكن بالأفكار والمواقف تلحين غناء إنتاج وتمثيل حلقة بتجمع الكلمة الأداء الحضور قوة الإرادة والتحدي والمغامرة بدي رحب بضيوفي طبعا ببلش بالكبير الأستاذ مروان حداد أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان شكرا نورتنا ببعدنا مع رابعة دليدا خليل أهلا وسهلا فيك زياد برجي اهلا وسهلا فيك فيكي ناطينك من زمان انا اللي ناطرك ومنحبك كثير وانا كمان ميرسي ومن تونس النجمه الرائعه او سيده الطرب مثل ما قال لك الاستاذ كاظم الساهر يسرى محنوش اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك شرفتوني كلكم بدي بلش معك زياد بنشوف ريبورتاج ونبلش دغري بالسؤال انا قلبي علي مش منك خايف انا والله انا خوفي عليك لما بدنا نعرف عنه منحتار اي لقب بيسبق التاني كاتب ملحن ممثل او مغني الاكيد انه فنان حقيقي نجوميته من عرق وتعب ومجهود كبير والاكيد ايضا انه مغني ارتبط اسمه بالشفافية والرومانسية وممثل تمكن بتلقائيته وعفويته انه يقنع المشاهد النجم زياد برجي شو بده يقول الليلة عن عالم الفن اللي بكيه وضحكه وهل صحيح انه حضر عمل غنائي رح يكون صدمة للجمهور؟ زياد بدي بلش معك بالصدمة صحيح انك محضر ألبوم غنائي رح يكون صدمة للناس كلماته ألحانه أشياء هيك غريبة ما معود الناس تسمع زياد برجي فيها؟ ايه عم بعمل ألبوم أنا وأحمد ماضي طبعا الشاعر أحمد ماضي والموزع وليد المسيح اللي هني يعني أكثر أشخاص قراب مني حلو. إيه طبعا وعم بعمل معه النجاحات كتير بس عم بعمل ألبوم مختلف عن النمط اللي أنا بغنيه أبدا مش متوقع مني
انتقادي ساخر شيء يعني إيه بس مش سياسي عليك بالعاطفة إيه. لا عليك هو بالرومانسية هو الطرح العاطفي بس بزاوية مختلفة شوي. طب لحظة ليه خايفة من السياسة كأنها تهمة عم تنفيها انه احكي سياسة شو المشكل؟ ما بعرف بلكي ما بيفهم يعني لو بعرف اه ما بتعرف لكن ما بس, بس بس مروان حداد بيعرف السياسة لا انه بعرف يعني بس هيك شوية هواية يعني شوية هواية. طب نشوف ريبورتاج ونبلش مروان حداد منتج لبناني خاض غمار المسرح اللبناني من أكثر من 25 سنة قبل ما ينتقل للدراما والسينما برصيده 50 مسرحية و45 مسلسل وفيلم سينمائي. حداد الجاي من عالم القانون آمن بالإبداع اللبناني ومنح الدراما اللبنانية رؤية جديدة وحمل لمكان استثنائي فأبصرت المسلسلات اللبنانية بفضله نور لأول مرة على أهم الشاشات العربية مكتشف أهم نجوم الدراما اللبنانية كسب الرهان ونجح بأنه يكون عراب الدراما اللبنانية الحديثة. فهل هو العراب الوحيد؟ خلونا نسأله. أستاذ مروان حداد بدي مباشرة هيك فوت على الجد. يقال أنه أستاذ مروان حداد بعد ما كان رقم صعب بالإنتاج درامي بعالم الإنتاج درامي اللبناني اجا حدا او اجا مين يسحب البساط او سحب البساط من تحته. هل هالشي صحيح بوجود الانتاج العربي بدخول بعض المنتجين الجدد؟ بصراحة في شغلة هون منيح اللي فتي دغري على صلب الموضوع نحن دغري هيك من اول البروجرام. نحن مش من زمان كنا عدد المنتجين بلبنان ما بيتعدوا عدد اصابع اليد الوحدة يعني وفجأة من كام شهر صار في إذا بدك هالفوعة بالدراما وصرنا عم نشوف يعني كتير ناس حابين يفوتوا على هالصناعة هيدا. وصلنا لمرحلة اليوم وهيدا شيء كتير بفرحني إنه خلينا إذا بدك الاستثمار أصحاب الرساميل يستثمروا بهالصناعة يلي هي صارت إذا بدك مطلوب اليوم. نقلت الإنتاج الدرامي لدالي محلات أحسن يعني قبل كان الممثل يغير بالفانت هيدا شيء. أنا ما بفكر سحب البساط ولا أنا بفكر إنه نضالي بالدراما يلي صار له 15 سنة هيدا نتيجته اليوم مبسوط يعني هيدا كتير مش نتفة هيدا شيء كتير بفرحني وهيدا شيء أصلا ما حدا أخذ مني شيء يعني كنت أعمل تنقول 7-8 مسلسلات بالسنة بعدني بعملهم يعني إنه ما حدا إذا بدك أخذ شيء مني شلحني شيء بعدني بتلفنولي وبعتذر يعني ما كم ممثل وممثل خسرت؟ ولا وحدة أبدا؟ لا من اللي بيتعاملوا معي عادة أبدا ما خسرت كلوديا مارشاليان؟ أبدا كلوديا هلأ أنا وياها عم نتعاون بمسلسل اسمه حب حرام من 60 حلقة سلمتني 35 حلقة وباقي 25 عم تخلص. أوكي دليدا بنشوف الروبورتاج شو حلوة وشو كذابة وشو حركتيني أعصاب بالدراما وبالكوميديا قدرت دليدا خليل تقول كلمتها وتظهر موهبتها اللي رافقتها من الطفولة. بعد حلوة وكذابة دليدا بي حبيب ميرا هل رح تحصد النجاح نفسه؟ دليدا اللي قدمت ديو غنائي شو اللي بيمنعها من احتراف الغناء وهل صحيح انها رح تدخل القفص الذهبي قريبا؟ عم بسألك اليوم شو حاسس حبيبي قول دليدا خليل بحلوة وكذابة كنت حلوة وكذابة بحبيب ميرا حلوة وسراقة حرامية بشرف حرامية بشرف اي اصعب تكوني كذابة ام سراقة؟ وطبعا حلوه لانك اسم الله عليكي مثل القمر ميرسي وانت كمان الدورين كتير مهضومين وبنفس الوقت صعبين لانه بيختلفوا عن بعض وبده كل دور تعطيه الماكسيموم من جوا انا عم بحكي بالحياه بالحياه اصعب انك تكوني حراميه اكيد تكوني حراميه حراميه قلوب ولا هيك قصدي هيدي وانا كمان هيك قصدي يسرى الجمال بيغفر الخطايا برايك
جمال يغفر الخطايا؟ لا. طب بيغفر خطايا الصوت؟ يعني هل ممكن الجمال اليوم بعالم الغناء يغفر خطايا الصوت؟ خطايا الصوت ما كتير حلو؟ نوعا ما، يعني في فما تكامل في الشخصية يعني. احيانا يكون يعني فنان عنده صوت متواضع وجميل ويكون هو جميل فيعمل معادله حلوه تطلع جميله، مش بالضروره الصوت كل شيء يعني. انا بس بدي اخبر المشاهدين وزياد انه لما اتصلت بيسرى قالت لي بليز انه بحب يكون بحبكم بحلقه مع زياد برجي، فها هيدي جمعناكم سوا بحلقه ان شاء الله بتعيش لنا الشرف، وتحيه لتونس من خلال يسرى. عايشك يا زياد، اشتقنا لتونس. انا عملت حفله من شهرين تقريبا بتونس، بيحبوه برشا في تونس. فرحت بلشت ترجع تونس اللي بعرفها يعني. ان شاء الله ان شاء الله بترجع كمان اكثر واكثر. عسيره الجمال والشكل، نصحتك شيرين انه ما تنقصي وزنك. انت رفضتي شيرين عبد الوهاب طبعا المغنيه المعروفه، انت رفضتي هالشيء، بتحسي انه لا انت قلتي لا ما بوافقها انه لازم نزل وزني؟ اي طبعا. اي بس هو احيانا يمكن الوزن مع صوت حلو هو نوع من كاريزما. شوف انا يعني في الطبيعه لما تشوفني الناس في الشارع يقولوا لي انت اضعف، نقول لهم والله هذه انا تلفزيون ينصح يعني صحيح صحيح طبعاً. وانا هلا شايفتك يعني فانا في الطبيعه مبسوطه بنفسي. الكاميرا بتنصح، الكاميرا بتنصح حسب كم كاميرا بتاكل بالنهار بتعرف. انا في الطبيعه مبسوطه يعني فرحانه، بس على الكاميرا لا، ديما اضعف احلى اكيد. بنشوف الريبورتاج. يلا. صوتها هو الصوت اللي أجمعت عليه الجماهير، وموهبتها لا خلاف عليها من وقت كانت طفلة لحد اليوم. يسرى محنوش المغنية التونسية الشابة اللي المركز الثاني كان من نصيبها للمرة الثانية ببرنامج المسابقات، هل بترضى بمستقبل فني من درجة ثانية؟ وإن كان قربة من قيصر الغنى كاظم الساهر زيد من فرص نجاحها، هل بعد عنه ممكن يأثر بمسيرتها؟ خلونا نسألها. يسرى بالمرتين اللي شاركتي فيها ببرامج مسابقة سوبر ستار وذا فويس أخذت المرتبة الثانية، بتفكري بالمرة الثالثة؟ لا، في المرة الثانية أخذت المرتبة الأولى في فريقي، هذا شيء يعني أكيد بس جدا يفرحني. يعني أنا كان أهم شيء عندي لأنه كل يعني مستحيل يعني في كل فريق فما مدرب، وكل مدرب أكيد باش يكون عنده يعني الممثل للفريق طبعا. أنا كنت حابة نكون يعني الحمد لله اللي تمنيته وصلت له. وكنت تقريبا المفضلة عند قادم الساهر والله يعني. هو يحبنا الكل وبصراحة وعملنا الكل بنفس الطريقة، يعني ممكن أنا لأنه قعدت آخر شيء معه. يمكن صوتك هو اللي يعني مش شخصك قد ما هو، ممكن انا وهو قراب من بعض في الفن يعني اكثر، يعني مش يعني فما تقارب بين التونسي والعراقي لانه اصلا التونسي قريب جدا من العراقي في الشجن اللي شو الشجن اللي بيجمعكم. زياد اسمع هالغنيه. بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك آه يا بختك، ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك، بيحسدوني من بعيد. زياد بتقول معاناتك تشبه نوعا ما بطريقة ما بمكان ما معاناة جورج والصوف. عصغير عصغير قلت هيك، وقلت كلمة عصغير وقلت عصغير، يعني قلتها كلها هي اللي قلتيها مع عصغير. ايه لأن معاناة أبو وديع أول شيء بوجه له تحية. إيه. و شو بدي أحكي؟ بحبه كثير أنا لأبو وديع. يعني هالشخصية الفنية اللي كنت محظوظ إني أتقرب منها. كثير تعلمت منها أشياء. بعيداً عن الفن. ليه في يعني طبعا كلنا بنوجه له تحيه لابو وديع، بس على سيره المعاناه ليه في شجن؟ ليه في حزن؟ كانك منك مبسوط بنجاحاتك زياد، انه اليوم انت ملحن معروف، مغني صوتك بياخذ لعقل ناس كثير بتحبك، ممثل ناس كلها عم بتنطرك. ليه منك لازم ينتزع صوتي يعني بطل فيه؟ لا ليه منك مبسوط؟ هي بتبقى لا مبسوط انا بحياتي، بس الكاركتر الغنائي تبعك وصوتك وتطليعتك وضحكتك ومشيتك ما بيتغيروا مع النجاح او الفشل يعني. هو اللي بتبقى اخدي انت الحزن، جزء منه بيخلق معك، جزء منه بيربى معك باحداث عشتيها بظروف بتكون لك شخصيه حزينه او شخصيه فرحه. انا شخص
كثير حزين كثير فرح اكستريم يعني انا كل النهار بدي العب نكت وبمزح بحب اضحك والحزن اخذ نفس المساحه بس ما بظهره غير بالاغاني. طب هلا بدنا نظهر شو الفرح بهالحلقه ما هيك؟ انا فرحان بهالسهره ونحن كمان ونحن كمان. لو انا مروان حداد، لو انا رولا حمادي، لو انا فيفيان انطونيوس، لو انا ندى ابو فرحات، ثلاث ممثلات قديرات بالدراما اللبنانيه، لو كنت وحده منهم، يعني انت بدك تحط حالك محل وحده منهم، بدك تختار اسم من هالثلاث اسماء. انا ما فيني احط حالي محل يعني انا يعني بالتعبير المجازي يعني بحياتي ما قدرت اتخيل حالي انثى يعني المخ ما فيني ما عم نحكي عن جد لو انت وحده من هالثلاثه كيف يعني شو كان لازم يعني يعني بدي اكون صادق معك يعني انا كل شيء فيي يعني متعصب للذكورية ايه طبعا جدا أنا يعني ما بقدر احط حالي بطرح مره وكيف بتفكر يعني ولا مره تخيلت حالي كممثله ومنتج لو انت وحده من هالثلاثه كيف كنت هل كنت بتعيد النظر بعلاقتك مع مروان حداد يعني بعلاقتها مع مروان حداد ما بعرف شو في خلفيه بين بيناتهم وبين مروان حداد يعني لحتى اقدر جاوبك يعني ما بعرف شو بتقصدي بالسؤال يعني انا بالنسبه لإلي مثلت جيدات يعطيهم الف عافيه انه رفعوا اسم الدراما بلبنان وبالخارج وبهنيهم وهيدا كل شيء فيني بتقول ما في كيمستري بيني وبين الممثله رولا حماده انا وين انا قلت هالشيء؟ ايه ما قلت ما في كيمستري لا ابدا ابدا لا 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 انا قلت صار في هيك شغله صغيره خلاف ما له علاقه بالشغل يمكن اوقات اذا بدك شخص اذا بدك بتكوني كثير قريبه منه هو اذا صار في شيء بيعمل لك اذا بدك بعد اكثر من غيره يعني الشخص اللي ما بيعني لك شيء ما بتاخذي موقف منه اوكي ايه فممكن يعني هالشيء هذا اللي بعدنا بنفهم انه في تباعد طب اذا كان التباعد فكري اشتغلنا بفتره قديرة وبعدين بطل حمادي ما بتخلي هالتباعد بالحياه الفكري الانساني نكسره بالفن يعني انه لا الفن لازم نقطع كل هالقصص ايه يعني اليوم اذا بدك بالحياه يعني وقت اذا صار في هيك شويه اذا بدك نفور بينك وبين شخص بصير صعب يعني انه ترجعي تقدري تتواصلي بس الشغل لحال يعني لا ما فينا اسم رولا حمادي بفيد بعمل ايه درامي أكيد يعني بيشقله بيرفع اكيد رولا اذا ما بعدني عم اقول لك يعني ممثله مخضرمه وكان لها عز ومجد واشتغلت معي وفاميليا 50 حلقه يعني من اهم المسلسلات وعطول بس انه ثاقبت مرقنا بفتره ما اشتغلنا اوكي خلصنا من رولا حمادي انت كان المفروض تختار حدا يعني اوكي فيفيان بعد ممكن تشتغل مع مروان حداد ليكي بالفن ما في عداوات دائمه مثل السياسه ولا صداقات دائمه ما حدا بيقدر يعرف كل شيء وارد فيفيان ما في شيء بيني وبينها ابدا ندى ابو فرحات ليه ما انا ما انا وقت توفى والدها انا كنت بدفن بيا وما في اي اشكال ندى ابو فرحات ليه ما اخذت بطوله معك؟ ندى ابو فرحات انا الوحيد اللي اعطيتها بطوله بمسلسل نضال هي كانت البطله وانا كان انتاج مشترك بيني وبين رؤى للانتاج ما تكررت؟ ما ثاقبت مش انه في شيء ممكن تسائب لا ما في شيء طيب شو زياد غيره او خلق من غير الجو ما فيك انت عم فيك ما فيك يلا شو بدنا نسمع انت... ما في حدا بغير الجو غيرك ما في حدا بخليني هلا بطل اسئله لمروان حداد غيرك يلا روج زياد روج ما فيك شو ما عملتي يعني شو ما بتطلع ما بنطلع خالصين شو بدنا نسمع يا عصفورة بيضاء لبات السليم أنا لحبيبي حبيبي إلي يا عصفورة بيضاء لبات السليم
ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. انا لا حبيبي 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 قريبي يا صورة بيضاء لا تسألني لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. انا لا حبيبي 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 ناداني قال لي شتي راح رجعت لأمامي زهر التفاح. حبيبي نادالي قال لي شتي راح رجعت لأمامي زهر التفاح. وأنا على بالي ندي والصفار بعيونك ربي زهر روحي. انا ما بقول هالكلام الفارغ بالنسبه لإلي. انا مش عم بحكي بداعي المسخره، عم بحكي بداعي ضميري قدامك. بس انا كتر خير الله كثير مبسوطه وهو انسان بعقد. Thank you.
جرح يا زمن غدا يا مهما جي يلا زياد تجرح الايام قلوبنا قلوبنا واللي بينا يبقى ذكرى يبقى ذكرى تجرح الايام قلوبنا قلوبنا واللي بينا يبقى يبقى ذكرى فأنا بدي أقول تحية بس لأول شيء للي مستضيفنا ببيته أستاذ زياد سحاب ولفرقته بشكرك على موسيقتك وبدي كمان تحية لرئيس فرقتي وشباب اللي إجوا معنا حبوا يشاركوا زياد أستاذ بلال الغالي وتحية لرئيس فرقتي أنا زيدك أكيد حبيبنا من تونس كمان بنحييكم شباب فردا فردا بس لاحظي يعني كيف مجموعين بس يجتمعوا الموسيقى بس تشتمي أنا يعني بتعودي تحسي ما شاء الله أحلى لغة لغة الموسيقى إيه برا لأنه خبيط كل الوقت دليدا دليدا الإنسان لما يكون نجم حضرتك نجمة اليوم وجميلة بيصير صعب إن تختار شريك حياة بيصير صعب إن تحب أو تنحب صح أكيد صعب إنك تختار شريك حياتك بطريقة أعمق وأنضج وخصوصي إنه بده يتفهم الدومين اللي أنت فيه بالنهاية أنت معرضة هلأ أكثر للأضواء والعالم كله يعني عم بيكون الضوء عليك يعني أيه. فبده يكون مليابل اكيد مايند اكيد تتعرضي كثير لمعجبين وناس بتحبك لا ما كثير بلا لا كثير شو كثير انا بشوف على تويتر بشوف ما بيهدى ما بيهدى بس هدول الاشخاص يعني كيف بتقدر تميزي او يعني اللي بجربوا يقربوا على حياتك من اللي عن جد بده دليدا لجوا وقبلينها مثل ما هي وبده يدعمها ومن اللي جاي عند صبية حلوة والوحدة بيكون قلبة دليدة يعني قلبة دليلة بيكون قلبة دليدة ما بفضل يكون من المعجبين بتمثيلي وفني وبالأدوار اللي أنا بأديها يعني بفضل يكون بعيد كليا عن المجال اللي أنا فيه ويحبني لشخصي للانتليجنس تبعي إذا بدك أنا حاسسني قلبي كأنه في شيء يعني في حدا هلا حبك لشخصك دايما في شيء وكتر خير الله كتير مبسوطة وهو إنسان بعقد أستاذ مروان حداد بدنا نشوف هيك ريبورتاج صغير هيك بعض ال ونعلق عليهم لو أنا عمار رح أبرز لك ثلاث صور لمنتجين لبنانيين بدك تختار واحد منهم أستاذ زياد شويري أستاذ مروان حداد وأستاذ صادق الصباح بدك تقلي لو أنا واحد منهم شو اللي كنت ما بعمله بالإنتاج الدرامي اللبناني في واحد منهم بتمنى يا ريت ما عمل شيء بس إنه مين هو؟ لا خلص ماشي الحال عمار ليه حكيت؟ ما هي؟ أنا بعتقد إنه أنت بتقصد مروان حداد شو المشكلة بينك وبين مروان حداد؟ ما في مشكلة ليه مش مأمن فيك المشكلة ماش ليكي مروان مسوق شاطر موزع شاطر بزنس مان شاطر ولكن ليس منتج من فترة قصيرة قطع معنا الفنان الممثل القدير عمار شلق وهيدا كان رأيه بحضرتك شو بدك؟ شو المطلوب؟ ماشي جوابك حضرتك ما لا موزع شاطر مسوق شاطر ولكن لست بمنتج أنا صار لي هلأ تقريباً ببيتي جديد شي 10 سنين كل شهر بتجيني فاتورة الموتور مكتوب عليها المخرج مروان حداد يعني ما مش مشكلة يعني إنه كل واحد إنه
يعني المش اهل اختصاص بيعرف اوقات بيفتكروني بغني يعني اوقات مش مشكله يعني انه كل واحد بيقدر يقول لو بده يعني شو بيقدم يا اخي. استاذ مروان انت بتقول انا بصنع نجوم انا ولا مره قلت بصنع نجوم قلتها ابدا قلتها حتى عمار ذكر هالموضوع ابدا انا ما بقول هالكلام الفارغ بالنسبه لإلي انا زلمه بالاساس انا محامي وبنقي كلماتي انا بقول انا بعطي فرصه لموهبه كل موهبة لتنجح بده مين يعطيها فرصة طبعا أنا بعطي الفرصة والموهبة إذا كانت عاد حالة بتبين ما حدا بيصنع حدا وأنا أتحدى أنه هي عطول بأولى أنا ضد المنتج الأول أنا ضد صانع النجوم أنا ضد إذا بدك المحتكر كل هالكلمات أنا ما بس كل هالكلمات بمعظمات يعني لما نقول مروان حدد بينحكى أنه بيحتكر في عقود احتكارية أصلا مثلا قانونيا هي اسمها عقود حصرية وفرق كبير أنا بعمل عقد حصري ما بعمل طب عقد احتكاري العقد الحصري أكيد ما له علاقة أبدا الاحتكار هو أصلا ممنوع بالقانون نحتكر بني آدم ما في شيء اسمه احتكار أنا بعمل عقد حصري يعني تماما مثل ما أنت عاملة مع نيو تي في فيك أنت هلأ تروح تعمل بروجرام مع الام تي في بوقفوا لك نيو تي في أكيد لا فهيدا عقد حصري إلا إذا كان في اتفاق بالكونترا فكل شيء بعمله أنا ضمن حقي كمنتج وأكيد ما بفرضه أنا على الممثل بعرض عليه وإذا بيقبل بيقبل إذا ما بيقبل بكون ما قبل بالنهاية هو حر إيه؟ على سيرة الاحتكار على سيرة صناعة النجوم على سيرة الفرص اللي بتنعطى للناس قد إيه برامج الهواة يسرى بتعطي فرص شخصية من خلال تجاربك يعني البرامج تصنع نجومية هالبرامج أنا بالنسبة لي تختصر مراحل كبيرة لأنه في فترة وجيزة تعرفك على يعني كمية هائلة من الناس ودخلك يعني تفوت في في في, في ما بحبش نقول نجومية وإنما عالم يعني حب الناس فهوني شطارة الفنان كيفاش باش يواصل يعني إذا أهم حاجة إنه تواصل الشعب يريد تريدون ماذا يا من أروان؟ يعني الشعب عم بيطالبك بدك تمثله؟ مره شو المطلوب؟ الشعب عم بيطالب فيك شكرا لكم شباب يعطيكم العافية شباب محمسين كثير بس هي اذا بدكم تعملوا كاستينج تنقلكم كله بده يمثل بدهم يمثل هلا استاذ مروان هو الفكره انه انت بتحب كنت السياسه كنت بتحب تترشح على منصب سياسي وهلا الشعب عم بيطالب فيك تفضل المنصه ناطرتك بدنا منك خطاب سياسي تقنع هلا الجمهور اللبناني ببرنامجك الفني يمكن يلا تفضل استاذ مروان المنصة لحضرتك انا برايي ما اتركه لحاله لازم يضل عنده دعم يلا عطيه حشاركه بالموضوع يعني انا سندك استاذ مروان ما انت السند الكبير لعنا ما كمان دليتا اول شيء عن جد بشكركم على هاللفته الحلوه وميرسي كثير لانه فاجئتوني بالحقيقه ولا يوم رح نقدر نوصل انه نصير نفهم سياسي يعني الشعب اللبناني ذكي بكل شيء انما سياسيا غبي للاسف الشديد بصراحه نحن رح يصير عمرنا 100 سنه وما قدرنا نعمل دوله ضلينا مجموعه طوائف كل انسان تابع الزعيم تبعه ما قدرنا اذا بدكم نخلق مجتمع علماني ما قدرنا نعمل دولة يكون ولائنا لإلنا إذا الدول الإقليمية كانت راضية عنا بنكون عايشين بحالة رواء وإذا كانت الحالة الإقليمية بشعة بنكون مثل ما هلأ نحن عم نعيش ومنضل نصلي كل يوم لنضلنا طيبين ففعلا هربت من السياسة وجيت على عالم حلو كتير هو عالم الفن يلي على القليلة منقدم شيء حلو للناس الناس بحبونا كلهم ما بنكون ناس بتحبنا ناس بتسبنا بالعكس بنقدم لهم اشياء حلوه ومن خلال الفن بنقدر نحسن نعطي رسائل نوصل مواضيع ندافع عن قضايا ومشان هيك يعني منشان هيك انتخبوني
شكرا شكرا هلا مروان حدا هلا بدنا نرشح دليدا على الانتخابات بدنا نرشح دليدا انا بحب اقول انه استاذ مروان حداد هو المنتج والمنتج الاول بلبنان تفضلوا شكرا لكم شكرا شباب حبيبي خليها معي وان شاء الله بتشوفوا ايام احلى بكثير من الايام اللي نحن عشناها شكرا شكرا لك مروان حداد فعلا الفن عم بيعطي او اشياء احلى بكثير بكثير من السياسه وخصوصا بصوت زياد برجي لما زياد برجي يقرر يغني خرطش خرطش ايه هيك هاي الأغنية اللي غنيناها بأول تعاون بيني وبين منتج أستاذ مروان حداد منتج ولا الموزع منتج طبعا المخرج المخرج أنا مثل بلال الزين طلعت حبيت بصراحة أنا ما بحب أوقف حيادي بس أنا أستاذ عمار يعني ما بعرفه شخصيا وبخاف أعطي رأيي بشيء يتاخد كأني أنا عم باخذ موقف ضده أنا كثير بحترمه كممثل وهيك بس أنا تجربتي الخاصة مع أستاذ مروان بتقلي إنه هو منتج كان معي بس هيدا الموقف مش ضد ما بعرف شو في بيناتهم وما بقدر فوت بيناتهم أصلا ما اشتغل مع مروة جروب بس أنا بنعمل حال إن شاء الله بيصير تعاون بنحترم رأيك بنحترم رأي أستاذ مروان بنحترم رأي عمار بس أنا احتراما للشيء اللي صار بيني وبينه إني ما أحكي بحس حالي غلط لأنه أنا هو أستاذ مروان هو اكتشف هيدا الموضوع فيي وهو وداني على التمثيل ب وقنعني مثل وقال لي وثقت فيه صدقته فمش معقول موزع يقدر يقنع شخص مثلي انه يمثل واطلع مزبوط مثل ما عم بيقولوا اغلب الممثلين الكبار اتصلوا فيي ومنهم بوجه له تحيه كبيره استاذ احمد الزين بقول له ميرسي على دعمك المعنوي يعني عن جد بشكل خطير فمش معقول يكون موزع ويقدر يكتشف بزنس موهبه بزنس مان انا مش عم بحكي بداعي المسخره عم بحكي بداعي ضميري قدامك عفوا زياد بس بدي كمان وضح شغله انه هو رجع يعني قال بمحلات عمر احنا طبعا اخذنا جزء ما فينا نعود كل المقابله قال بمحلات وببدايات معينه هو كان مامن فيك يعني انا بدي احكي ضميري وبدي احكي كمان ضميري انه ريتا حايك قالت انه هي اشتغلت معك باماريا وكانت كثير مبسوطه وعبرت عن رايها وبتعرف نحن بالمونتاج لانه لضيق الوقت بتقص اشياء يعني لانه الحلقه لا اقول اشياء اللي بتكهرب انت لا لا والله ثاقبت بس يلا تفضل زياد بحبوا يزاكسكو معلش معلش ما نغني انا مني قدك يا هوا رجع لي يا هوا رجع لي قلبي اللي معاك أو رجع مشتاق شوفها واسمعها احكي معها واضحك معها رجع لي قلبي يا هوا أو رجع قلبي قلبي انجرح من غيبتك والعين نشفت دمعتك شو صار وقتها ليلتك كنا سوا زعلنا سوا واخدت مني يا هوا عمري احترق بغربتك وحرقت لي قلبي دمعتك مشتاق حس بلمستك بعد معي قلبي معي ولو حتى ما كنا سوا أنا مني قدك يا هوا رجع لي يا هوا
رجع لي قلبي اللي معاك أو رجع مرسي. قبل ما نسمع أنا بدي أسأل زياد، بتحب تمثل؟ تو حسيت إنك بتعطي دور كاركتير بس مع دليدا مش إنه وين ما كان. مهما زدت
بضحي مهما سيت دا مفيش في الدنيا غرام يعيش كده على الأوهام ده مفيش في الدنيا غرام يعيش كده على الأوهام والفن الصاد عمره ما يحتاج لكلام وكفاية تشوف مروان حداد كيف عم بيه عن جد صوتك مش طبيعي الله يخليك يا رب عايشك لا هلا عملنا لحن هلا خلص طلع لحن طلع اللحن هلا ما هيك زياد بعدين على الفاز يعني فاز عم زياد عم يعطي اكثر لازم تغني لنا شي جينيريك لمسلسل عن جد والله هلا كبير ليا لكن لحن وجينيريك هلا دليدا حبيب ميرا لا حبيب ميرا هو ثنائي كمان بعد حلوة وكذابة مع زياد برجي حلوة وكذابة أخذ نجاح كتير كبير الناس كتير حبته صار فيلم الناس شافته وحبته كتير هل كيف تقيمي تجربة حبيب ميرا نفس النجاح مثل حلوة وكذابة؟ مثل ما سبق وقال زياد يمكن هلأ كنا بالباكستيج عم نحكي أنه زيت الروح إذا بديك بس أكتر ديب بين بعض واكثر عم نعطي شو النص او يعني العمل هو بيختلفوا عن بعض لا اكيد حلوه وكذابه نص شيء وحبيب ميرا نص مختلف كليا بعدين حبيب ميرا هو الكاتبه غير كمان أكيد كاتبه نص كلود صليبه حبيب ميرا واكيد كارين رزق الله حلوه وكذابه هديك لايت كوميدي هون نحن عم نلعب كوميدي بيور كوميدي اذا بديك ولاول مره نحن على الشاشه عم نقدم سيريز كوميدي وبعترف انه بحبيب ميرا تعودنا على بعض اكثر مبسوطين متعاونين عم نتسلى مش انه عم نشتغل انه صحيح انه عم نتعب كثير حلو عم نتسلى انا عم بوعى 5 الصبح كل يوم عن جد خمس الصبح ايه هو اكثر مسلسل تعبنا مبسوطين فينا مع بعض يعني لو انه بده يمثل مع غيري او انا امثل مع غيره بس الجمعه بيناتنا هيدا الروح الحلوه ولو انه مثل مع غيرك يعني كان في ثنائي مع نادين الراسي ايه ونجح جدا ونجح جدا بتقولي دليدا انه بعد هند ابي اللمع وعبد المجيد مجذوب هلا نحن عم نعمل ثنائيه شبيهه
انا يعني ما اجى ثنائيه. اذا بدك ما بدنا نتشبه بحدا لانه اوريدي قطعوا ريتا بارسونا وبيتر سمعان كمان كديو على فكره. هذا السؤال انه انت انه هل لغيتي هاي هالاشخاص او هالنجاحات؟ لا ابدا. بتعتبريها انه اهم؟ كل ديو له الرهجه تبعه وله العالم الخاص فيه وله الجمهور يلي بحبه. وبعتقد نحن انا وزياد يعني لانه بنحكي كشخص واحد اذا بدك بدمان التمثيل مبسوطين فينا بهيدي الجامعه سوا يعني مش غلط انه نكفي فيها طالما استاذ مروان عم بيقدم قدم الانتاج والنصوص الحلوه يعني ليش لا؟ اذا ضلوا عاقلين اذا ضلوا عاقلين. بس بدي اسالك سؤال سريع هيك، زياد فنان بغني وبلحن وفنان يعني حياه المغني، بيوعى 5 الصبح ملتزم؟ ليك زياد بالحقيقه عن جد يعني بلش انا برايي عود حاله لممثل شغله مختلفه عن الفن عن المطرب. هو بيعرف هالشيء. نحن التمثيل هو اشغال شاقه يعني بيشتغلوا 14 ساعة وأوقات 5 و6 أيام ورا بعضهم ما بيناموا. زياد ما كان معود، بس بتخيل هلا ثالث عمل لإله. أنا برأيي صار ممثل يعني أنا مثلا إنه أوقات بيقولوا لي إنه زياد بيقلنا هو يعني بكون عنده شيء إنه أنا يا جماعة مطرب ماني ممثل، أنا بقول لهم لا زياد ممثل ونص. اوكي انت ممثل او مطرب، لشو الاولويه؟ اكيد انت اثنين، بس الاولويه لشو؟ للشعر. بدي انا الاساس الشيء اللي انا قدمت انطلقت فيه وحلمي اني غني وصير مطرب معروف. صحيح. هلا ربنا بيخلق لك اشخاص بيدعموك، مش دائما بالسله بيجيبوا لك سله. يمكن خلق لي استاذ مروان اكتشف فيي هالناحيه، عم حاول استثمرها. كنت فكر بس حتى اخدم المطرب انه اقدر ساعد حالي كمطرب من خلال التمثيل. مع الوقت اكتشفت انه التمثيل شغلي كتير حلوة وفن كتير حلو بيستحق انه يكون جزء من الحلم، يعني يقرب على يكون موجود باحلامي. فانا حبيت التمثيل بشكل بطلت حسه لازم اقارن بينه وبين شيء ثاني. خلص بس مع ليدا مش انه وين ما كان من ضمن احلامي. طبعا انا لما جيت على لبنان قلت لهم عندي برنامج مع رابعه مع زياد برجي، كلهم يقولوا لي ناجح ومثل ومع داليدا، وانا سمعت الاخبار يعني ما شاء الله بالحق ما شاء الله ماخذين يعني سكسي كثير كبير. داليدا بدي اياكي انت ويسرى تتفضلوا على الشجره، شجرة الحياة. شوف شو نعملوا فيها هيك. تفضلوا تونسي. هلا ابدلكم شو بتعملوا. هلا بيعملوا تحت الشجرة بكل طابق كريستال في سؤال، بديكم تختاروا كل وحدة سؤال من البول الكريستال وتجيبوا لي ما تقروه. وانا بطرح عليكم الاسئلة الموجودة اللي اخترتوها. يلا انا اخترت. اوكي يسرى اخترتي؟ اوكي بنبلش مع يسرى. زعبي هيدا ليسرى. ما زعبي ما زعبي. شو كمان زعبيرة؟ لا. مش بس كذابة وسراقة. فكرة جديدة لمسلسل بكرة. حلو زعبيرة. لحظة هيدا سؤالي. هيدا سؤالي. هيدا سؤالك لكن هيدا لدليدا. الشهرة بالنسبة إلي موجودة منيح مش موجودة أحسن؟ هيدا أول احتمال. تاني احتمال مهمة وبزعل إذا ما عرفوني الناس. تالت احتمال آخر همي. ورابع احتمال مثل المي والهواء بشربهم وبتنفسهم. اول احتمال واخر احتمال موجود منيح مش موجوده احسن، ومثل المي والهواء موجوده كتر خير الله مش موجوده يعني انا عايشه حياه طبيعيه كثير ومتناقضه مع مش مثل المي والهواء هالقد. لا 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 الشهره مش من اساسياتي لانه انا باسيوني بالشغله ومش عنيلي لاوصل لان شهره ويحبوني العالم اكثر. بالعكس انا بحبوني وهيدي نعمه، بس اذا مش هالقد في كثير وعجق وهيك يمكن بكون مرتاحه اكثر. اوكي يعني الرواق احلى من انه كثير في صخب وضجه. اوكي بس حلوة الشهرة دليدا. حلوة حلوة ومش حلوة. حلوة ومش حلوة. يسرى أي جملة بتقوليها هالأيام؟ ما عم لحق كثير مشغولة، أو أوف شو زهقانة، عم نمشي الحال ثالث احتمال، أو الحمد لله رابع احتمال. دايما نقول الحمد لله بس أنا شوية يعني ينقصني شوية الصبر، فبصراحة يعني نقول زهقانة أحيانا. أوكي يعني لما نمل يعني ويكون بدي شيء حالا يعني لازم اتعلم الصبر اكثر واكثر يعني. انما للصبر حدود. للصبر حدود. للصبر حدود. للصبر حدود. غني الغنية. زياد هلا بدنا نسمع شيء منك كمان يلا. طبعا. اي والله. طبعا. بس قبل ما نسمع انا بدي اسال زياد. زياد صحاب؟ دخيلك ما تساله. لا بس بدي اساله. بتحب تمثل؟
شاغل مسرح كثير. مسرح كثير، ايه تي في بس مش طالع؟ لا هلا عم مثل مسلسل. بلشنا تصوير يعني. شريعة الغاب. انت معهم؟ مع الين. الين ومين المنتج؟ منصور الحبيني. مين المنتج؟ أروز برودكشن. اوكي. مع بس هن اجمالا منهم منتجين، هن بزنس مانية يعني. لا اوكي. ليه شفت فيه توسمت فيه خير ليه سالته؟ حسيت انك بتعطي دور كاركتير كاركتير. اوكي هيك يعني. اجاني بشي براسي. هيدا اجاك. طلع الكونترا. ها الكونترا. انا جينيريك بدي اغني وكلنا طلعنا. وهي البرود اللي عنده هي كثير بتطلع حلوه على الشاشه. حلو كوميدي. طيب هيك بتخلصنا من الموضوع. يلا زياد. اكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكدب عليك اكدب عليك لو قلت نسيتك امسى اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك اكدب عليك لو قلت نسيتك امسى اكدب عليك أنانية مني أنا إنه ما حبيت إنه يكون عندي أولاد. ليه برأيك تجاهل يعني. معرفته لإلك؟ لأنه هو أكيد بيعرفك بس أكيد. أموت
انتقلنا لفكرة اسمها الصندوق الأسود. في أسود بالدق يعني. في أسود يعني بدكم تنتبهوا. رح أسحب سؤالين واثنين رح ينسألوا واثنين رح يزمطوا، ولكن رح لمح للكل حتى الأشخاص اللي ما رح أسألهم السؤال. أوكي. زياد برجي غالب ومغلوب، مروان حداد زينة الحياة الدنيا، أوكي، يسرى محنوش صوت الغالب، دليدا إعلام. أوكي؟ والسؤال هو لمين برأيكم؟ مروان. إيه؟ عندي الستكس. مروان حداد صرحت لمجلة سنوب اللبنانية إنك اخترت طوعاً إنه ما يكون عندك أولاد، رفضت فكرة الإنجاب. أوف. أوف. نعمة ربنا أنت رفضتها. وبتقول انه اللي بجيبوا بفكروا بالولاد وبفكروا انه الولاد هن استمراريه هن انانيين، مش انانيه كمان انه ما نفكر نجيب اولاد؟ لا ليكي، انا برايي الحياه هي خيارات، كل انسان بنقي خيار بحياته يلي بيرتاح فيه. في ناس اذا بدك بحبوا يضلوا عزابي كل حياتهم ما يتجوزوا كمان، يعني هيدي ما فينا نقول انه ربنا مش انه راضي عنهم او ما اخذوا نعمه ربنا. فكل انسان بالحياه بنقي الحياه اللي بيريح فيها. بس انا اللي قلته هون اذا بدي صلح، بدي قلت انا يمكن انانيه مني انا انه ما حبيت انه يكون عندي اولاد. وزوجتك يعني ما فكرت فيها؟ بلا بصراحه بلا. انا اكيد يعني بوجه لها تحيه كثير كبيره لانه بعتقد هي انظلمت بهالموضوع، بس انه تفهمنا عليه واذا بدك عوضنا بكثير اشياء تانية. واسم الله كل اللي بشتغل معهم اولادي، عائلته يعني كبرت لانه كلنا اولاده. ندمت على هالخيار؟ ندمت؟ نحن بنحترم خيارك طبعا. ايه الانسان ما ندمت لانه بالحقيقه في اولاد خيي اولاد اختي وبالتالي كانهم اولادي، يعني متابعهم وبتابعوني وما في ولا اي ولا مره هيك بتشتاق لك من بابا. انا برايي كل شيء بالحياة أهم شيء التوقيت. أنا ولا مرة بحب أعمل شيء مش بوقته. أنا حسيت بالوقت يلي تجوزت وبدي أجيب أولاد أنا حسيت حالي مش جاهز، مش بالتوقيت المضبوط. فمشان هيك ما جبت أولاد. وصلت الفكرة. السؤال الثاني هو لمين برأيكم؟ يسرى؟ اني أربعة؟ يعني كل واحد حيطلع له سؤال؟ لا هذ اثنين، ما قلت لك اثنين رح يزمتوا واثنين رح ينسألوا، واللي ما رح تزمت من السؤال هي دليدا. سؤالك مش عندي، سؤالك بدك تشوفيه وتسمعي. كمان عمار على مراحل. لا مش هي واقفة. يلا وصباح تضلك عم تتطلع. لو أنا رودولف هلال، لو أنا وحدة من هالثلاث نجمات بالدراما اللبنانية الصبايا، باميلا الكيك، ماجي بغصن، ودليدا خليل، لو أنا وحدة محل وحدة منهم شو بتقول؟ سلباً أم إيجاباً؟ هلا أنا بعرف اثنين. تعرف اثنين؟ مين هن؟ باميلا وماجي. دليدا ما بتعرفها؟ لا. دليدا خليل ممثل، نجمة ممثلة مكسرة الدنيا بأدوارها، مكسرة الدنيا وما بعرفها، صبية حلوة بتمثل بطريقة حلوة. يمكن في تقصير مني انه ما عم تابع او لا ما
ما بعرف ابدا، بس اكيد كنت باخذ بتعامل مع النجوميه مثل ماجي بوغسل. دليدا ما بيعرفك رودولف هلال زميلنا الوجهي التحية. رودولف هلال ما بيعرفك وبعرفه كثير منيح لرودولف، انسان بجنن واعلامي مرتب ومشهور ومحترم، وما بركي تقصير منه انه ما حضر مسلسلاتي. ليه برايك تجاهل معرفته لعليك؟ لانه هو اكيد بيعرفك، بس أكيد كانت كان الجواب مقصود. يعني ليه برايك تجاهل معرفته لعليك؟ عن جد عن جد ما عندي ادنى فكره. ما عندك فكره؟ بس أبدا. ذكر رودولف انه لو كنت نجم كنت بتعامل مع النجوميه مثل ماجي واكيد يعني كانه ونجمه اكيد كانه يعني. عم تتعاملي خطا مع النجوميه؟ انا بركي بالنسبة لإله من منظار وهو، بس بالنسبة لإلي أنا يعني ناطرة الجواب ليش هو ما عرفني، بس إنه أنا يعني بقول بالعكس إنسان بجنن وإعلامي نمبر وان، ووجه له أكبر تحية وبحبه كثير هو ورجا. أكيد بنوجه لهم تحية طبعا لرجا ورودولف، وأكيد يوما ما بيجي الجواب يعني بركي عمل الجاي قلوب زياد. ما بدك تفرجي مايكل جاكسون، خلص الصندوق الأسود. هلا زمطت من السؤال، بس أنا بدي أسألك وين الخاتم؟ مش أي واحد سمعنا عن خطبة. إيه مش ضروري بالخاتم يعني، بس هلا في خطوبة. إيه والزواج أي متى؟ يعني بحساباتي اذا مشيت مثل ما لازم المفروض انها هلا لسنتين. انه اذا الخطبه بالخواتم انا فاتح بيت دقاره. ليه هالخطوبه شوي نوعا ما متواريه عن الاعلام؟ كيف عرفتي فيها؟ عرفت بس متواري. منا يعني منا انه انه ما عملت عرس يعني؟ لا مش كل الناس مثلا أوكي. ما ضجت الدنيا فيها يعني اذا بالاعلام انا عرفت فيها لاني اعلاميه يمكن بعمل ريسيرش. لا انا حكيت بالتلفزيون وبالاذاعه وبكل مقابلاتي بالمجلات وهي عندك وحتى مع السيدة نضال أحمدية بمقابلة بوجه لها أكبر تحية. بس أنا ما بحب علاقاتي الخاصة يعني، وكمان بدك تسألي الشريك الشخص اللي معك إذا هو بحب يطلع الإعلام يعني. هي بتحب؟ لا سناء ما بتحب الإعلام نهائيا يعني. هي بتشتغل؟ لا نهائيا ما بتشتغل بالفن، بعيدة عن هيدا العالم كثير وما بتحب الأضواء ولا بتحب هيدا الشيء. فكمان يعني بس هي امرأة جميلة وذكية ومثقفة، وأنا عن جد تعرفت عليها وفعلا بتمنى له التوفيق إن شاء الله. الله يوفقكم. ميرسي. هلا بدنا نسمع شيء حلو من زياد. غني شيء اسمه شيء ملحنه أنت لحدا مثلا، شيء ملحنه لفنان بركي. أغنية نانسي ملحن لها أغنية كثير حلوة. يلا غالي علي كلمات أحمد ماضي طبعا توزيع حبيبي هادي شرارة. ما بخطر عبادك ليش بعدك ببالي، اسأل عن أحوالك وعن حبك لحالي ولحالي ما فيي بتحمل ما القاسيه يا غالي علي. يا غالي علي وسنيني بغيابك عم تمرق غريب، صدقني حبيب اشتقت لك حكيني، شعبي يا حبيبي ما بخطر عبادك ليش بعدك ببالي، بسأل عن احوالك وعن حبك لحالي
بدي لازم نحطك بالحبس. فهذا شيء ما له علاقه يعني بالنسبه انه يريح الممثل ولا ما يريحه يعني. انا ما انظلمت. وصليها بشي عربي لأنه كتير قصيرة. عربي؟ ايه. تننسى يا قلبي بعده ليل الغربي صعب الفرقة صعبي ما إلها أمان. تننسى يا قلبي ليل الغرب صعب الفرقة صعب صعب ما إلها أمان. تنسى يا روحي يا عيش بروحي جروحك وسلوب يشبه النسيان. Baby, I'm good.
مش سيدة الطرب، مجرمة الطرب. بدي لازم نحطك بالحبس. امبراطورة. امبراطورة. ربي يخليكم يا رب. يعني شيء رائع كثير. يسرى عملتي ديو انت واستاذ كاظم الساهر ساعة؟ ايه ساعة. وفي ديو جديد تفاصيل صغيرة، كان المفروض مطروح اسمك لتكوني انت المشاركه فيه. لا. قيل بالاعلام انه استبعدتي واستاذ كاظم اختار اسماء المنور. ابدا ما صار هالشيء. لا ابدا، بالعكس، يعني نوجه تحيه كبيره للقيصر كاظم الساهر ونشكره على دعمه ليا وتشجيعه، وان شاء الله باش يكون عندنا تعامل يعني كبير في المستقبل انا وفنان كاظم. بالعكس انا ما اول مره نسمع بها الاغنيه، وان شاء الله ربي يوفقه ويوفق المطربه اسماء المنور، صوتها جميل جدا ويستاهلوا الاثنين بصراحة. والله ما فيش. أوكي. يعني كانت ساعة من البداية صادقة يعني. صادقة. وبعدين إن شاء الله فما جد. صادقة. زياد برجي كاتب، ملحن، مغني، ممثل. في يمكن التلحين والكتابة اشتغلتهم لحاجة معينة، لظروف معينة، لتدعم المغني يمكن. كل شيء عملته كنت بهدف أنه أدعم المطرب. لانه انا من الاساس يعني ما عندي كثير حظوظ كان بالانتاج، بس كل ما اقرب على شغلي احس انه تنجح معي الحمد لله. والحمد لله مثل التلحين الحمد لله نجح معي، وكان وج السعد علي رائع، ابو وديع استاذ جورج وصوف بهذا الموضوع، وهو اللي شجع باقي الفنانين انه انه يتعاونوا معي كملحن. وهلا علاقتي باحمد ماضي الشاعر كمان غزت هالميلي وقوتها، وصار عندي غزاره وصرت اعرف كثير كيف بدي وجه جملتي الموسيقيه. بالتمثيل استاذ مروان كمان الصدفه خلقته قدامي، فرحت على العرض اللي قال لي عنه، اكيد باعتبار هو قنعني انه انا ممكن المينيموم اللي ممكن اقدمه بهداك العمل اللي عملته مع نادين الراسي، بوجه لها اكبر تحيه، انه ما راح يكون سيء المينيموم تبعك فما تخاف. ففتت على اساس انه ادعم المطرب كمان، الله خلق لي هالفرصه، ولقيت انه التمثيل باب انفتح لي والناس عم بتحبني وعم تتقبلني فيه. حلو انه الانسان هيك يطلع شيء ينشر. انا من 10 سنين قبل ما اشوفه لزياد شفته بمقابله على التي في، وقلت لناس مقربين مني، قلت لهم زياد بيقدر يكون ممثل، وراحت الايام. اي لما صار في نص غلطه عمري فعم بقرا هيك، حسيت انه الدور، وبصراحه كنت عم فتش على وجه جديد، لانه يعني عم اذا بدك صار في طلب كثير على الدراما والممثلين كثير قليل، وخصوصا يلي بدهم يكونوا نجوم العمل يعني الابطال. فدغري حسيت انه زياد هو اللي لازم يكون للدور، واتصلت فيه وقعدنا، وبخمس دقائق يعني كنت اذا بدك مش كان هو كان الاختيار على كل حال. عن اللقاء لا عن هذا شيء متبادل يعني، فعلا مثل ما انا خدمته هو خدمني يعني. ربي معكم ان شاء الله. كان الاختيار على كل حال كثير صائب، وان شاء الله الى مزيد من الاعمال سوا ومزيد النجاح بكل شيء. طبعا بدي نوه بانه اول بدايه كانت مع فيليب اسمر، بقول له ميرسي كثير كلوديا مارشاليون، والتتمي اللي الاشياء النجاحات اللي عملتها مع المخرج سيف الشيخ نجيب، مع كارين رزق الله، مع كلود صليبا، وكل الناس عم يشتغل معهم. عن جد انا محظوظ كثير بالاكيب اللي على طول عم يكون حوالي عم يختاروا استاذ مروان، كمان هذا الشيء بخليني امن اشتغل معه اكثر. ان شاء الله بتضلك محظوظ. انتقلنا لفقره اسمها سؤال ورد غطاء، يعني بدي الجواب يكون بكلمه هيك، عم بعطيكم وهره اذا هيك يعني. مروان اول شيء يلا بلش معك. يلا اوكي مروان حداد، تفوق خلص واشرقت الشمس، تفوق على باب ادريس بشو؟ ولا شيء. شو بر... تفوق واشرقت الشمس؟ شفتوا؟ على باب ادريس؟ لا هو تفوق، هو نجح. ايه نجح؟ ايه نجح جماهيريا. ايه اوكي. دليدا خليل، تفوقت على ريتا برسونا ب اذا بدك يعني كل وحدة شكل، يعني ما فيني اقارن بيناتهم. بدي كلمة. تفوقت يعني مثل بعضهم، ما شو بعرف شو بدي اقول يعني مثل بعضه كلمة واحدة. مفيد الرفاعي، تفوق علي على مروان حداد بشو؟ ما بشي ولا شيء. أكيد مش بوجه له تحية. مريح يعني. الممثلين أكثر؟ أكيد لا. إنتاجيا ماديا أعطاهم هو انتبهي لخبرك فرص ريحهم لا انتبهي بس تعملي إنتاج عربي
انت تكوني بصير الانتاج اكبر وبصير فيكي اذا بدك تدفع للممثل اكثر، بس انت بتكوني عم تعملي انتاج عربي، فهذا شيء ما له علاقه يعني بالنسبه انه يريح الممثل ولا ما يريحه، يعني اليوم حسب طبيعه العمل يعني. اوكي، الاسئله رح تكون لداليدا. اوكي داليدا، بقبل ما بقبل اشتغل مع منتج غير مروان حداد؟ بقبل شرط يكون راضي. احترف الغناء؟ ما بقبل شرط يكون ما بقبل. اتزوج من غير ديني؟ ما عندي مشكلة. اتزوج رجال مزوج؟ ابدا ما بقبل. أوكي. ولا انا. يسرى محنوش، ساعة مع قادم السهر أم ألبوم منفرد؟ ونحن بنذكر ساعة يعني العمل الغنائي اللي جمعكم. اثنين؟ حلو. مش طبيعي. ساعتين يعني. مش طبيعي. وحدة بدك تختاري؟ اثنين. أبداً؟ أسهل الوقوف قدام الجمهور أم الوقوف قدام لجنة التحكيم يسرى؟ جمهور. لا الأصعب يعني قصدي الجمهور. إيه الأصعب الجمهور. إيه الأصعب الجمهور، هذا قصدي. صراحة لأنه رح لجنة التحكيم كبيرة. تغني أغاني الغير اللي بتلبق لك أم الأغاني الخاصة اللي بتلبق لك؟ يعني اثنين كمان. اثنين. زياد برجي، أنت وين؟ أنت وين؟ هون. أنت وين؟ تلفزيون. عفوا. أنت وين حقيقي أكثر، بالتمثيل أم بالحياة؟ حقيقي أكثر بالاثنين. بدنا واحد كله اثنين اثنين، ما حدا قال لك شو. ما حدا والله حقيقة انا حقيقي بالتمثيل قد ما انا حقيقي بالحياة. برافو. واللي بيعرفوني بيعرفوا انه نفس الشخصية. بالدراما عم كون نفس الدراما، نفس الشخص اللي بحياتي كيف كون لما اكون بالدراما، ولما اكون فاني بحياتي هيك عم كون بالتمثيل، يعني عم بنقل طبيعتي قدام الكاميرا، هذا الشيء اللي عم بشتغل عليه. انت وين رومانسي اكثر، مع خطيبتك ام على الشاشة؟ مع داليدا يعني. طبعا حسب الناس يعني. لا مع خطيبتي طبعا، مع حبيبتي. انا ما بحب يعني التسميات خطيبتي وهول بيزعجوك؟ مش بيزعجوني يعني، هول بحسهم واجبات. في احلى من كلمه حبيبتي؟ لا اكيد اكيد. يعني اذا بتقولي لها هي هلا نفس الشيء خطيبتي او حبيبتي، ايها بتفضلي بتقول لك حبيبتي. اكيد حبيبتي. انت وين ظلمت اكثر، من الفن، من اهل الفن ام من نفسك؟ انا ما انظلمت. ما انظلمت ابدا. قبل كنت فكر هيك، بس مؤخرا اكتشفت انه كل شيء مرقت فيه كنت معتبره ظلم، هو كان ضروره اني امرق فيه لتكون انا الشخص عم بحكي معك هلا. حلو يعني. حلو. وصلنا لختام الحلقه. انا بدي اشكركم كلكم. يسرى ناطرين اي عمل جديد بتقدميه ان شاء الله. يا حتكوني معنا هون ضيفه تطلقيه من خلال برنامج بلبنان. هيدا منبرك وجودكم كلكم. والله اهلا وسهلا فيكي داليدا خليل، نورتينا الليله. انا مبسوطه كثير. وناطرينك باعمال جديده. في شيء جديد هلا بعد حبيب ميرا، بعد ما ترتاحوا لازم شوي؟ ايه لازم رياحه شوي. وفي نص درامة وفي كمان فيلم سينما، بدنا نختار، بدنا نشوف الافضل. بدنا نختار. وعم تطلعي بمروان حداد. مروان حداد شكرا كثير، بنشكرك انك تحملتنا وتحملت اسئلتنا. لا. بس انت جلدك بيحمل، بتحب هيك بنطلع منك الاحلى. انا عن جد وعلى كل حال نحن بنحترم اعمالك، وانت قدمت دراما لبنانية ونضلت كرمال هالدراما تستمر وتوقف على جريها. ويعني حتى لو كان انه في اشخاص او يمكن ما في حدا في عليه اجماع، يعني بيكون في عليه بعض التساؤلات او الانتقادات، من حقنا ننتقد ومن حقنا كمان نقول برافو لما يكون الانسان عم بيعطي شيء حلو. التاريخ هو اللي بالاخر بقى ينصف الشخص. أو زياد برجي بشكرك كثير على حضورك معنا. ناطرينك بكل شيء، يعني بالتلحين، ناطرينك بالغناء، ناطرينك بالتمثيل، ومنحبك بكل شيء عم تعمله. وهلا رح نختم بديو انت وداليدا خليل، اللي هو الناس بتحبه وحبته وعم تسمعه وعم تتناقله، فبترك طبعا المشاهدين اكيد حينبسطوا فيه ويحبوه. والشكر الاكبر لكم مشاهدينا. بنلتقي مجددا الاسبوع الجاي مع حلقه جديده وضيوف جداد. ان شاء الله تكون هالحلقه عجبتكم وتصبحوا على الف الف خير. تفضلوا. Yeah.
ما بقت اللي اعشقك يا قلبي اوعى تصدقك تركتني بدروب الشقا سهل خلاص صرت ايامي قدرت تسرقك تركني يا قلبي والحقك انسى وريحني بقى حلا بقى ترتاح سرقت لعيني وعرفت حرامي سلمت روحي بيدي سلمت روحي بيدي انا مني حرامي هو قسي علي فكرت ومش حاسس فيه والهيئة مش حاسس فيه ما بقت اللي اعشقك يا قلبي اوعى تصدقك تركتني بدروب الشقا سهل خلاص صرت تزعل هي بزعل معك وعن عيني ما بضيع بيوجعني اللي بيوجعها من بالي ما بتروح كمشوها حرامي سرقت لعيني سلمت روحي بيدي ما بقت اللي اعشقك يا قلبي اوعى تصدقك ما بقت اللي اعشقه يا قلبي لا تصدقه طب ولا لا 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 Tira-li-la-la